وصباح الخير عواش مبروكة. أنا أقول لك جميع المستمعين. الله يبارك فيك. ميد راديو مرحبا. شكرا. اليوم غادي نتعرفوا على شنو هي الأعشاب اللي كتكون صالحة للاستعمال وشنو هي الأعشاب الضارة بالنسبة للجهاز التنفسي. دابا كنعرفوا مع الفصل ديال الشتاء كيتغير التغيرات ديال الجو، فكل شيء كيمرض، نزلات البرد ولا الكحبة، وخاصة الصغار. يعني الأمهات كيعانيوا بزاف مع وليداتهم لأنه ما كتكونش عندهم جهاز المناعة قوي. فاليوم معاك كنبغيو نعرفوا كيفاش نقويو جهاز المناعة بمواد اللي هي طبيعية. كثير من المستمعات يعني في خلال برنامج جمولاتي كانوا كيتواصلوا كيعطيو اقتراحات بالنسبة اللي فيها سواء أعشاب ولا مواد اللي هي طبيعية اللي ما كتخطر حتى شي كوزينة. فأنا نعطيك بعض قبل ما نتكلموا على بعض المواد، نعطيك بعض الوصفات اللي كيشاركوا بها معنا وتشوف واش مثلا شنو الحوايج اللي كان حنا كنخلطوهم ما خصناش نخلطوهم، أو شنو هي الحوايج اللي هي آمنة ممكن نستعملوها. بحال دابا كاين وصفات ديال كياخذوا مثلا العسل الحر. نعم. وكيديروا فيه ضريس ديال الثومه محيده للقشور وكيغطيوه كيسدوا عليه القرعه العسل مع داك ضريس ديال الثومه، كيفلحوا غير شويه وكيبقاو تقريبا واحد 48 ساعه. نعم. بعد 48 ساعه كيحيدوا هذاك الضريس ديال الثومه وهذاك العسل كيبقى منسم وكيتفاعل بالثومه وكيبداو ياخذوا معلقه في الصباح ولا معلقه في الليل. نعم. شكرا الاخت سناء، شكرا للمستمعين والمستمعات ميد راديو. مرحبا بك التساؤلات ديالهم في هذا البرنامج، وانا نهر الاشاره ان شاء الله بما علمني ربي ان شاء الله. فكنعرفوا لا شك بان الفصل الشتاء، فصل الخريف، فصل الصيف، تداخل الفصول في بعضها البعض، تقع بعض التغيرات على المستوى ديال الجسم ديال الانسان. بما في ذلك لما كنلقاو ناس عندهم الازمات ديال الربو، عندهم مثلا نقص في الجهاز التنفسي، كيتاثروا بشكل كبير كباقي الناس نرى اللي نعم. وبعض الناس كيتعاملوا مع بعض الاعشاب، يعني كنلقاو الناس كيستعملوا الاعشاب اللي هي كتخفف النزلات البرديه او الوقايه من النزلات البرديه. فمن بين هذه الاعشاب اللي سبقتي ذكرتي الاخت سناء مشكوره، ان الناس كيديروا الثوم اللي كنا صغار كنعرفوا بان كانت الزيت البلديه بما يعرف عندنا بالزيت العود. كيشدوا الامهات ديالنا وكيسخنوا الزيت وكيديروا فيها الثوم اللي هي مسلوقه وكيديروا على شكل دهان. او لا كنقضوها مده ديال 3 ايام او 4 ايام في الزيت. نعم. وكيديروا على شكل دهان على المستوى ديال الصدر وكانت كتعطي نتائج. او الخزامه مع الزيت البلديه حتى هي كيديروا بها. انا جاي لبعض الوصفات لان كثيره هي الوصفات. كذلك كيديروا الزعتر، كيديروا الخزامه، كيديروا كذلك الكاليبتوس، كيديروا الحبه السوداء اللي هو السنوج، كله كيديروا كذلك البصل مع العسل، كله هذه تقي من نزلات البرديه. هذه الحمايه الوقايه، بحال كنقويو جهاز المناعه. صح. ف لكن الناس تختلف من منطقه الى اخرى. السكان ديال المدن، المدن خصوصا المدن الكبرى الصناعيه، ماشي هما السكان ديال المدن الصغرى ولا الاقاليم ولا الاقاليم. نعم. فالناس ديال المدن واخا يقدر يدير كاع هاد الوصفات اللي ذكرنا ما يعطيش نتيجه. نعم. ثم ان لان الجو والمناخ ما كيعاونش، يعني ما كيعاونش التلوث والتغيرات ديال الجو مع الاقليم، يعني ما يقدرش يعاونك في العلاج. اللهم الا كان جهاز ديال المناعه عند شخص قوي كيقدر يحصل العلاج والوقايه. هادشي اللي بغينا ديال النقطه اللي بغينا نبداو بها، يعني كيفاش. نعم. نقويو جهاز المناعه وشنو هي المواد الطبيعيه، يعني اللي حويجات اللي هما ملموسين اللي ممكن المستمعات انهم يسمعوهم ويجربوهم سواء فيهم الكبار او في وليداتهم باش نقويو جهاز المناعه. نعم. اولا الوقايه، لا بد من الوقايه. الملابس ديال الصيف ماشي هي الملابس ديال الشتاء. الناس كيعتاد لهم بان بحال الصيف بحال الشتاء. فللوقايه اولا يبقاو اللباس ديالهم اللي لابسين يبقاو لابسينو، وتدريجيا يبقاو يزيدوا اللباس. ربما هاد الاحتياطات كياخذوهم يعني الناس اللي كيسمعونا يعني، ولكن نعم. بالنسبه للمواد اللي ممكن تقوي جهاز المناعه. نعم. لانه كاين حنا كنشوفوه مثلا اللي كاين اللي مثلا كيضربوا البرد ولا كتجي نزله. نعم. ديال البرد او الكحبه ما كتفوتش فيه مثلا 3 ايام، كيبان انه جهاز المناعه قوي عنده، وكاين اللي كيبقى فيه 10 ايام حتى 15 يوم. نعم. خي ياخذوها. نعم. انا غادي نسرد بسرعه باش ما بقاش عندنا نظر ندخلو باش نجاوبوا الاخوان. غادي نسرد بعض الاعشاب. عندنا كذلك عندنا عشبه الجعيديه. هي شنو هي؟ واحد العشبه معروفه. عندها نفس السميه تقريبا، نفس السميه الجعيديه هكذا. يعني مشيو عند العطاره عند العشبه موجوده، فهي امنه وسليمه وكتقوي جهاز ديال المناعه.
هي شكل على شكل الحبيبات ولا حبيبات على شكل نعم. وعندنا كذلك الرجله اللي هي معروفه، الرجله معروفه. واخا سمحتي قبل ما نمشيو للرجله بالنسبه للجعيدية يعني طريقه الاستعمال ديالها. انا جاي نعطي الاعشاب ومن بعد ناخذوا بعض جوج العشبات او ثلاثه من هذه العشبات ونركبوهم. يعني ما يمكنش انا غادي علاش انا بغيت نسرد الاعشاب؟ لان على حسب المناطق، احنا ما كنتكلموش مع الناس ديال الدار البيضاء، كنتكلموا الحمد لله المستوى الوطن كامل. يعني كاين ناس خارج المغرب خصهم يعرفوا اللي ربما ما توجدش عندهم العشبه يستعملوا هذه العشبه. هذو اللي بغينا نقولوا. نعم عندنا الجعده، الجعيديه، الرجله، عندنا كذلك اكليل الجبل اللي هو معروف اليزير، عندنا كذلك الزيت اللي معروف المناطق كامله، عندنا الشمندر اللي هو معروف الورق ديالو او الجذر ديالو، عندنا كذلك الشعير فهو كذلك، عندنا الكركديه، عندنا كذلك الفيجل، عندنا زيزيفون واحد العشبه شبيهه بالكاليبتوس اللي كيعرفوها معروفه زيزيفون. نعم عندنا اوراق الجزر هي ديال الخيزو حتى هي ممتازه للجهاز ديال المناعه، ونديروا على حلقات ان شاء الله. عندنا عشبه الرواندا اللي كتجي من الباما معروفه، يعني مستورده ماشي مغربيه، ولكن كتقوي جهاز ديال المناعه، تقوي الكويرات البيوض. وهذه سميتها هنايا يعني الرواندا، الرواندا معروفه. عندنا كذلك الكرومب معروف، الكرومب هذاك الملفوف حتى هو كيقوي جهاز المناعه، ممتاز لجهاز المناعه والنزلات البرديه. ولكن كيفاش غادي نركبوه؟ هنا غادي ندخلوه كيفاش غادي نركبوه. عندنا كذلك الملوخيه هي معروفه خوض من الخضر، هي كتقوي كذلك جهاز ديال المناعه. كذلك عندنا الزعتر كيف سبقت الاشاره، وعندنا زعيطره، عندنا كذلك حب رشاد اللي هو كيتسمى التفاء معروف، حب رشاد الخاصيه ديالو والعلاجات ديالو الطبيه وكذلك العطريه على المستوى الجهاز التنفسي والجهاز الهضمي كذلك لانه ممتاز. عندنا كذلك دار سيني يا معروفه، دار سيني على شكل قرفه. عندنا كذلك اوراق الزيتون، اوراق الزيتون اللي هي معروفه. عندنا كذلك اللفت، اللفت الابيض اللي الناس سبقنا قلنا تكلمنا عليه، اللفت المحفور ودابا اللفت الابيض، اللفت الابيض اللي هو عادي. وكذلك عندنا واحد العشبه تسمى لسان العصفور. هذا لسان العصفور ماشي لسان الطير، لسان العصفور لان كاين فرق ما بين لسان الطير هو من المعجنات يعني من لي بات. نعم فلسان العصفور هو شبيه بالزعفران، القطنيات. لا هو بحال، لا ماشي من القطنيات، لا هذا لسان الطير يعني من القطنيه، لا ماشي من القطنيات، هو من الاعشاب بصح. هذا لسان الطير اللي كنديروا في مروزيه، كيدير في مروزيه لسان الطير. لا هذا لسان العصفور، لسان العصفور، لسان العصفور هي عشبه صفراء شبيهه بالزعفران. الا حطينا الزعفران وحطينا لسان العصفور فهي لا ميم شوز، تتشابه معها. حتى في المختبر العلمي اللي خدنا لسان الطير لقينا فيه بعض المكونات لسان العصفور اللي درنا مع بحالو بحال بحال الزعفران، لا ميم بحالو، لا في اللون ولا في الشكل، غير هو فطح شويه عليه. الناس كيعرفوا لسان العصفور. عندنا كذلك اوراق الزعرور، هذه ما كناش كنعرفها لانه كاين شي حاجه كتشبه الزعفران. لا كاين لسان العصفور، نقدر نوريك منه نماذج الاسبوع المقبل، نجيب لك منه نماذج وتشوفيها. هو مزيان باش نعرفوا على الاقل، منو باش انا بغينا نشريو الزعفران الحر باش ما يكونش واحد. نعم هو كاين مسائل تغشيش، كيدخل الزعفران كيتخلط كيتخلط مع، لان الناس كيعرفوا لسان العصفور لانه شبيه ليه. كذلك عندنا اوراق الداليه الحمراء اللي هو كذلك كيقوي جهاز المناعه بواحد الشكل عجيب، الداليه الحمراء ما تكونش مرشوشه بالادويه. كذلك عندنا القرنفل، عندنا تمر العجوه اللي هو معروف، العجوه تمر العجوه اللي هو معروف، وعندنا كذلك الزنجبيل وخرجلان. هاد المواد كلهم اللي ذكرتي كيقويو جهاز المناعه، يعني اي سيده ولا مستمع كيسمعنا اليوم وعنده في الدار او لا كيستعمل واحد من هاد المواد يعني امنه ممكن يستعملها. غير الاشاره فقط، يعني لا يجوز في اي حال من الاحوال باش نشدوا العناصر كلها ونجمعوا. ربما شي اخ او اخت مثلا مستمع او مستمعه يقول لك يعني غنجمع هاد المكونات كامل ونديرها في. نعم لا ما غاديش تعطي نتيجه، بالعكس غاتعطي نتيجه عكسيه. نعم. غير هو مثلا ذكرتي مثلا الكرومب اللي كياخذ مثلا الكرومب في شلاده او لا كيديروا عصير يعني مزيان، هادشي علاش بغينا نفتحوا هذا الباب ديال شنو هما الحوايج اللي كيقويو جهاز المناعه. نعم. غير هو بالنسبه عطيتي هاد المواد ولكن التركيبه. نعم التركيبة ديال بعض هاد المواد قلنا تختلف التركيبة من شخص إلى آخر. فالناس البالغين يعني كاين أعشاب هنا اللي هي قوية لا يجوز لهم باش يستعملوها، اللي هي قوية. أنا على سبيل المثال إكليل الجبال اللي هو كنعرفوه اليزير، اليزير الاستعمال ديالو كيسبق لينا بأنه كيقوم بالضغط الدموي. الإنسان اللي عنده الضغط الدموي يعني ما خصهمش يستعملوه بواحد الكتره، يستعملوه بحيطه. حاضر. نعم فهو مزيان للاشخاص انطلاقا من 10 ديال السنوات وما فوق يستعملوه. كذلك عندنا كيف قلنا الجعيديه، فهي ناخذوا نص
ملعقة صغيرة ونحركوها مع ملعقة صغيرة ديال العسل ونستعملوها على بركة الله فوق الأكل. قلت لنا هي على شكل حبيبات ياك، يعني نطحنوها وعاد تخلط مع العسل. نعم تخلط مع العسل. نعم يعني طحن مزيان وتخلط مع العسل، ناخذ منها غير واحد معلقة صغيرة. معلقة صغيرة. شنو غادي تشرب مع الماء ولا نديرها مع الحليب؟ لا الحليب صافي. الحليب سخون. دائما النازلات البردية نستعملوا ديما شيء سخين. إما ما دافي إما الحليب سخون. أما شيء سخين نعم دائما. هذه بالنسبة للجعيدية واللي كيعرفها ممكن يستعملها، يعني حبيبات تطحن وتخلط مع العسل وديك الساعة ندير ديك الكويره ولا ديك المعلقه نديروها في الحليب سخون. نعم ثم الوقايه. كاين بعض الناس كما كيغيوش يستعملوا كاع الاعشاب وما بصفه عامه، ما كيقول لك لا ما نستعملش كاع الاعشاب، يعني نعطيه وصفه بخاريه. يعني مثلا ياخذ يعني يستنشقوها فهي امينه وسليمه، ياخذ كذلك ياخذ نصيب من الكاليبتوس اللي هو معروف، وياخذ كذلك الزعتر، وياخذ كذلك الخزامه، وياخذ الحبه السوداء اللي هي السنوج. هاد الرباعي ديال الاعشاب يكونوا مطقوقين باش يعطيو الليكيد ديالهم، يعطيو النفعو ديالهم، لان دقوا مزيان. اما نديرهم في كتانه على شكل الارزمه او حزمه، كتانه ونطلقوهم في الماء الساخن، وندير واحد فولار او زيف فوق راسها باش هذيك الانبعاثات البخاريه ما تخرجش ما تسربش، تمشي مباشره باش يستافد منها الجوانب الانفيه ديالنا ويدخل مباشره نستافدوا منها. لو سمحتي نعاود هاد المكونات قلنا. ناخذ الكاليبتوس اللي هو معروف، وكنقول الناس الكاليبتوس يخصهم يستعملوا ماشي الكاليبتوس ديال المدن نظرا للتلوث. نعم نعم. فالكاليبتوس ناخذ كذلك الخزامه، ناخذ الزعتر، ناخذ الحبه السوداء. الحبه السوداء تقريبا غير واحد لو كان واخا ناخذوا ملعقه كبيره كاع منها، لان غنستعملوا استعمال ماشي داخلي، استعمال خارجي. نعم فدق مزيان هاد العناصر، لوحوا كل شيء في ميكسور، يطحن كامل العناصر كلها تطحن. فهي عارض تطحن، حاولوا يستافدوا من ذاك البخار ديال الطحين ديالها. نعم هادي مزيانه. وبالنسبه حتى الناس اللي عندهم يعني مثلا ضيق في التنفس، اللي عندهم مثلا الرب ولا مشكل ديال الدفع، ممكن يستنشقوا هاد ممتازه لهم. نعم كتريحهم شويه، تريح الجهاز التنفسي. واخا بالنسبه للوليدات الصغار، بالنسبه لهادي ديال الثومه، دريس ديال الثومه اللي كنديروها مثلا في العسل الحر واللي هي كتقوي جهاز المناعه، واش مزيانه ولا لا؟ نعم بهذه الطريقه. بالنسبه للثوم، باش نستعملوا الثومه بشكل اللي هو صحي وامن وما فيش مشاكل، لان كنعرفوا الثوم الانسانيه الا كيكثر من الثوم كيسبق لينا كنعرفوا المواد اللي كاينه في الثوم. الانسان ما سوش يسمع الثومه ويقول لك راه هي من الخضار ولا يعني كتقوي جهاز المناعه وناخذوها بزاف. نعم فهي خطيره على المستوى الكبد، الانسان اللي كيكثر منها كتضر الكبد. نعم خصهم يعرفوا الناس هذه القضيه. ثم بانك تخفض الضغط الدموي بواحد الشكل يعني سريع، يعني الناس كتنزل لاتونسيون، الناس ما ضابطينش الضغط الدموي ديالهم ويستعملوا الثومه بشكل عشوائي، فهذا كيشكل واحد الخطوره على المستوى ديال ارتفاع الضغط الدموي. دائما خص الانسان يستعمل الاعشاب، الاعشاب راه ماشي لعب. تسمع واحد الوصفه او تسمع عشبه، او حنا في البرامج اللي هي الحمد لله الاخوان كلهم كيحثوا المستمعين والمستمعات باش يستعملوا استعمال معقله للاعشاب. هذا الحمد لله كنا رواد في هذا الباب. يعني عوض باش نعطيو وصفات اللي خياليه او سحريه للناس، يعني مشينا حنا لواحد اتجاه اخر، يعني هو اتجاه الوقايه البروتكسيون، والناس خصهم يستعملوا الاعشاب بطريقه علميه، ماشي تستعمل الاعشاب وتستعملها بطريقه عشوائيه. الواحد اللي تخوف من شي عشبه ولا شي ماده يستنشر. نعم نرجعوا للثوم، فاللي كينقص من الحده ديال الثوم ويخليها تخدم بواحد الشكل طبيعي وبشكل جيد هو التفاح. التفاح متوفر عندنا الحمد لله، يعني ناخذ التفاحه بالقشره ديالها وناخذ فص ديال الثوم ونقرطوه طرونشيات مرصوات صغار ونخلطوه مع التفاح، مع التفاح نضيفوا له ملعقه من العسل يكون حر، ونخليه داك الشيء في الميكسو اللي طحن كامل، ونولي نعطيو الوليدات ديالنا جوج المرات في اليوم. يعني كل نهار مثلا ناخذوا تفاحه صغيره ومع طريس ديال الثومه. نعم. ويطحنوا مزيان مع شويه العسل ونعطيهم لوليدات. نعم. فهو امين وغادي يساعدهم بواحد الشكل عجيب وغادي يلقاو نتيجه مريحه باذن الله. وبالنسبه اللي كيستعمل هذه ديال العسل مع الثومه؟ اي نعم، دابا كما قلت بان تختلف
البنيه ديال الاشخاص. حنتي الثومه صافي كتحيد ديك 48 ساعه وكيبقى غير داك العسل تلقات شويه داك المواد ديال الثوم. نعم لا شيء في ذلك، ما كاين حتى مشكل. لا شيء في ذلك. بالنسبه كذلك واحد الوصف انه ذكرتي من بين المواد اللي كتقوي جهاز المناعه ذكرتي اللفت البيض. اي نعم. وكاين كذلك واحد الوصفه اللي كيعطيوها المستمعات واللي يعني تبارك الله دايره اكثر من 3 سنين ولا 4 سنين بالنسبه لهذا الوصفه ديال اللفت البيض، يعني كيقوروه من الوسط يعني كيخويه وكيعمروه بسنيده وكيغطيوه. نعم. وفي الصباح كيلقاو هذيك السنيده دابت ولات بحال ليكيد. نعم. يعني بحال العصاره وكيبداو يهزوا من هذاك لانه كيولي ديك المواد اللي في اللفت فعلات مع سنيده كيهزوا منها معلقه وكيعطيوها لوليدات. نعم انا كنت بغيت نعطي هذه الوصفه لكن نعم. بواحد الطريقه اخرى اللي هي سريعه ومزيانه. مثلا عوض فاش غادي نديروا تفاحه في بلاصه الثومه نديروا لفته. لفته. نقيوها ونخلطوا معاه ونديروا معاه العسل ونطحنوها مع الثومه. نطحنوها مع الثومه. نطحنوها مع الثومه والعسل بنفس الطريقه، يعني نعوضوا التفاح ولا ما عندناش نعوضوا باللفت البيض. صح. الا خلطنا كاع التفاح باللفت والثوم كان احسن بكثير. لماذا؟ لان التفاح كيسهل عمليه الهضم وبالتالي كيعطي واحد السرعه في العلاج. يعني ممكن نخلطوا اللفت مع التفاح ياكلوا الثومه والعسل. نعم بالثوم والعسل. هكذاك. يعني لماذا التفاح؟ كنركز على التفاح لان كيهضم الثومه ما كيخليهاش يعني تعطل واحد المده في الجهاز الهضمي. وكاين اللي كيستعمل كذلك سكينجبير، يعني السكينجبير طري يعني كيحكوه في الحليب وكيخليه حتى على عافيه مهيله حتى كيفيض هذاك الحليب وكيتفاعل مع ذاك السكينجبير وكيطلق فيه مزيان، بعد كيتصفى وكيتشرب منها غادي الواحد يمشي ينعس. هو السكينجبير من الاعشاب اللي هي تمزج مع الحليب معروفة منذ القدم، لكن هناك سكنجبير اللي هو مدقوق. فرق ما بين هذاك الطري اليابس والطري. نستعملوا سكنجبير الطري كان احسن. داك اللي داير بحال بطاطا قصبيه في شكل ديالها. نعم الطري كيدخل من الفيتنام من اليابان من الصين. كيستعملوا اللي هو ماشي مغربي الاصل لان اسيوي مستورد. فلما كنحكوا ونستعملوه مع الجزر مع خيزو كان احسن بكثير. ناخذوا غير بحال الشلاضه، يعني خيزو محكوك مع حتى هو كيكون طري كيبان غير هو شويه قاصح. لاديغ لاديغ لكن نضيفوا له بعض السكريات او ممكن نضيفوا حتى الشلاضه مثلا سكيجبير مع خيزو مع التفاح. نعم. محكوك ولا حسب الاذواق ديال الناس يقدر الناس كيرتاحوا ليه ويستعملوا. نعم واخا. شنو كذلك بالنسبه لحق البخار ديال الشيح؟ نعم. انا كنسجل اهم الوصفات والاقتراحات اللي عندنا باش نصحوا شنو هما الحوايج اللي كنغلطوا فيهم وشنو التركيبه اللي ما صحيحاش عندنا. الشيح لانه كاين واش الشيح هو كيتستعمل يعني كيتخاد الشيح كيتسمى الشيح الخريسي بهذا المفهوم كيعرفوه الناس العطاره في جميع المناطق المغربيه، لكن معظم الناس كيستعملوا الشيح بكثره لان درنا دراسات وبحث ولقينا بان الناس كيستعملوا الشيح بكثره هما المناطق الجنوبيه. لكن حتى بعض الاخطار اللي نتجت نتيجه استعمال العشوائي للشيح وترى مسجل في المراكز الصحيه ان الناس تعرضوا الامراض خطيره على المستوى الكلي. الناس كيستعملوا الشيح بطريقه عشوائيه، فهو الشيح ما كيدخلش من لي بلونت ميديسينال من الاعشاب الطبيه، فهو من الاعشاب اللي هي سوفاج. حيت كاين اللي كيشرب، يعني حيت انا كنت كنسمع لانه راه كيتبخروا به مثلا غير ذاك البخار ديال. نعم. ولكن كاين اللي كيشربوا ياك. نعم هذا هو اللي كنقصد الناس كيشربوه. يعني الناس كيشربوه، فبعض الناس كيشربوا كيقول لك ما دار لنا والو، لكن مع مرور الايام هذا على المدى البعيد يقدر ياثر وكتبان النتائج. فاحنا دائما نستعمل الاعشاب بالعلم المنظور ديالها العلمي ماشي المنظور ديالها المعرفي ديال الشخص استعملها وخدمت لي صافي غتخدم لجميع الناس. يعني الشيح ممنوع منعا كليا انه يتشرب ولا يتخاد، يعني كاستعمالها الداخلي. نعم لا بحاضر الا كاين حالات استثنائيه. هكذاك. ذوي التخصص هم الذين يعني احنا العاديين الاشخاص العاديين ما غاديش نعرفوها. ما نعرفوهاش. نعم نعم. فكبخار يجوز. كابوخا يعني نضيفوه لبعض المكونات اللي سبقنا دابا مع الخزامه يتخلط مثلا مع الخزامه. نعم. في شي كاسرونه. نعم كاسرونه ونخويو معاه وناخذوا البخار ديالو وورقه ديال الكاليبتوس وذاك البخار ندور نشمو. نعم ما فيها شي ابدا. اما راه عدد ديال وكنشكر الاخت سناء ومن خلال كنشكر الاذاعه المحبوبه الميد راديو على هذه البرامج التوعويه لان عدد ديال الناس كيس يعني كيتصلوا بيا وكيشكروكم باسم. الحمد لله يعني احنا صحه الناس يعني في الدرجه الاولى، يعني عوض فاش غنعطيو نصردو واحد المجموعه من الاعشاب اللي هي مغلوطه، لان كنقول للناس ان اي اشبه غادي يقولها شخص ما
مثلا في الجرائد او في بعض الاذاعات او بغير ذلك، يعني يعطينا المنظور ديال العلمي. اي وكيبقى الاختيار وكيبقى كل واحد يكون رقيب على نفسه. يعطيني المنظور العلمي ديالها، الجانب العلمي، لان عندنا الحمد لله مركز ديال التسمم القياده الدوائيه يعني هز هذيك العشبه ديال اليوم ويقول لنا ما يمكنش اي شخص يعطي عشبه، لا يجوز يعطي عشبه. نعم واخا. بالنسبه لخنجل خنجلان 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 فهو عشبه شبيهه كذلك ب هي حمراء. حمراء كان يعني في المنطقه ديال مراكش معروفه، ولا بدا جامع الفنان دخلتي تما كتلقى ناس كيبيعوا لك كاز ديال الجنج. هو كيفاش داير الشكل ديالو؟ هو احمر شبيه تو بحال بطاطا القصبيه، غير هو احمر ولكن لادغ مار، ولكن ديك المورار ديالو مقبوله، الناس اللي كيستعملوه مقبوله. حنا نبغى نستعملوه؟ نستعملوه انا كاين الناس كيستعملوه في القهوه مع التوابل ديال القهوه، كيعطي واحد المناسمات مع الهيل. ما كيجيش في الحليب؟ لا يجي مع الحليب، ممتاز الدار مع الحليب. ولكن شنو كتاخذ منه مثلا؟ طريف صغير ولا يعني هو يجوز له ان يدق يكون مدقوق على شكل الغبره ويطحن، او كذلك نستعملوا استعمال بحال هكا طرف منه ونستعملوا مع الحليب. يعني طرف منه نخشيو في الحليب ونخليوه حتى يطلق مزيان صافي ونهزو ونستعملوه مع العسل، ملعقه ديال العسل نحركو معاون ونستعملوه فوق الاكل فهو امن ومطمئن. نعم خرجنا. بقى لنا بالنسبه للقرنفل، القرنفل لانه دابا ولا في قبل الناس ديال زمان يعني كانوا كيستعملوه سواء يعني في دوك المواد اللي كيستعملوا الشعر، وكاين اللي كيستعملوا غير. هو كاين واحد الوصفه بغيت نسولك عليها، لانه كاين كيستعملوها الناس اللي خاصه عندهم ضيق في التنفس، كياخذوا مثلا ما عرفتش واش 5 ولا 7 ديال الحبات ديال القرنفل، كيحيدوا له ديك الورده، كيبقاو غير دوك السيقان، وكيديروهم في المدافي ولا ما سخون، كيغطيو وكيخليو حتى للصباح، عاد كيشربوا على الريق هذاك الكاس لمده 15 يوم. كاينه واحد القبيله صينيه تسمى قبيله باما، فهم الذين اكتشفوا القرنفل على المستوى الجهاز الهضمي، الجهاز التنفسي، التجميل، على المستوى حتى الاستعمال ديال في الماء ونديروا فيه الرجين ديالنا فهو امين وكيعطي واحد فعلا بالنسبه للتعب، الناس اللي كيعانيوا التعب في القدمين ياك. نعم ممتاز، وغنديروا عليه حلقات ان شاء الله وصفات ان شاء الله. فهو كذلك غني بماده الكروفيل، الكروفيل فهو مطهر للفم والجهاز الهضمي. فعلا حتى الاطباء ديال الاسنان تاهما دابا ملي كاين العماره كنشوفوا انه فيها بحال القرنفل. نعم فهو ممتاز. فاحنا اليوم كنتكلموا على الجهاز التنفسي، يعني ما نستعملوش بواحد الشكل مفرط، يعني خصنا نمشيو بالحبات ماشي بالحفنات. نعم بحبات، بحال مثلا ناخذوا جوج حفنات عفوا جوج حبات من مسامير من القرنفل او 3 مسامير من القرنفل، ونضيفهم مثلا الخنجلان، السكينجبير، النكهات ديال القهوه، كذلك نضيفهم الهيل اللي هو قاقله. قاقله هي قاقله هي ممتازه كذلك، عيال الجانب الناس اللي هما عندهم الضغط الدموي ما يستعملوش اش القرنفل وما يستعملوش القاقله. نعم اذا كيلاحظوا معايا الناس اللي عندهم الضغط الدموي عيال، مجرد يدير حبه ديال القرنفل كيحس باضطراب في الراس. دابا المشكله هو انه العطريه ديالنا كتدخل فيها مثلا في الطياب، يعني هاد القاقله، ولكن كيف قلتي بزاف الاشخاص اللي ممكن يكون فيهم طونسيون طالع مثلا عندهم طونسيون، ولكن كيحسوا لانهم كلاو هاد الحاجه، ولكن كيقولك على طول نهار اليوم ما عرفتش شنو اللي طلع لي الطونسيون. حيت سبق لنا الاخت سناء كنا تكلمنا فعلا هاد النقطه، تكلمنا على العطريه وقلنا بان الناس كيحطوا موائد الغذاء او العشاء كيتعشى واحد كيقول ضرني راسي، ترخيت، وليت كذا، ما كيعرفش الداء ديالو منين جا. يعني الراعي وهذا الجانب، يعني حبه الهيل قاقله. نعم. من بين المواد اللي ممكن انه الناس اللي عندهم طونسيون يحتاطوا منها. نعم يحتاطوا منها. نعم واخا. قلت تكلمتي يعني في المواد اللي كتقوي جهاز المناعه وذكرتي الوراق ديال الزيتون. نعم نعم، فالوراق ديال الزيتون واخا قبل ناخذوا الفائده ديال وراق الزيتون عندنا فاصل اعلاني ونرجع. ورجعنا لكم مستمعنا دائما مع خالد الوديع استاذ بحث في علم الاعشاب. اليوم كنتكلموا على شنو هي الاعشاب الصالحه والضاره للجهاز التنفسي، وكذلك كيفاش نقويو جهاز المناعه حمايه من نزلات ديال البرد. اذا نمشيو بالنسبه لوراق ديال الزيتون اللي كنا نتكلموا عليه، ورق الزيتون. اي نعم، بالنسبه لاوراق الزيتون فهو من الشجره المباركه التي جاء اسمها في القران الكريم لا شرقيه ولا غربيه، فزيتها دواء، أوراقها دواء، ساقها دواء، كلها منافع. فيما يخص الأوراق ديال شجر الزيتون تدق، سبق لنا ورينا الطريقة للحصول على أوراق اللي هي علاجية.
فالاوراق الا كرمت في الشمس فالمنافع ديالها اصبحت باطله جمله وتفصيل. هذه واحده. الاوراق الزيتون ما خصهاش تكرم في الشمس، هذا الشيء اللي خصهم يعرفوه الناس، يعني تكرم في الظل باش تحافظ على الجوده والطرق ديالها. ثم ندقوا اوراق الزيتون ونخلطوا معها التفا اللي هو سميتو حبرشاد. حبرشاد واوراق الزيتون لما يدقوا هاد المواد بجوج وناخذوا منهم الراس ديال امي العاقه ونستعملوه فوق الاكل مرتين في اليوم، وقايه من مع الحليب ساخن بطبيعه الحال، وقايه من نزلات البرديه. يعني ناخذوه بحال مثلا في الليل. اي نعم ولا في الصباح. ممتاز نعم. يعني حبرشاد مطحون مع الاوراق ديال الزيتون اللي قلتي لنا يكونوا ناشفين ومكرمين في الظل. نعم. ويطحنوا وناخذوا راس معلقه من هذه المواد. ثم ان كاين بعض الناس كذلك اللي يستعملوه في واحد الليقه قطن ويديروا في الانيوف ديالهم. فهمتي كيف؟ شنو اللي غادي القرنفل عفوا الحبرشاد واوراق الزيتون ما نضيفوا لي حتى شي حاجه سائله ولا لا؟ إيه لا بغينا لا بلاش غبره تماك ونديروا فيه يستنشقوا صافي فقط. كذلك هو راه امين ان شاء الله، ولكن غير بشويه ياك لانه تخاف لا يطلع لهم هذا. لا راه غادي يديروا في قطان او كلينيك او مشوار او غيره ديالك ويستعملوا بحال غادي غير يشموا غير بشويه يشموا. نعم. واخ بقات لنا الباديانه اللي دايره بحال النجمه ياك. اي نعم. لابون ديان هي بلاصه لابون ديانا هذه كنطيبوا بها، وكنت تكلمتي على الفائده ديالها، ولكن شنو علاقتها بالجهاز المناعه وبالنزله في البرد؟ فهي يعني كتطعم كنشعروا بالميول الى مذاق جيد لما كناخذوا لابون ديانا النجمه الهنديه وكنضيفوها لهذيك المكونات اللي سبق بين الاخوان، وغادي نبينوا لاخر الحلقه ان شاء الله نبينوا بعض الاعشاب خصهم يستعملوها. يعني كشكل شراب، يعني كشراب هذيك لابون ديانا المنافع ديالها كثيره، من بينها فهي معطر للبطن، الشعور بتنفس جيد، بالتالي كترد بعض البكتيريا كتهاجم الجهاز التنفسي. يعني مجرد كنستعملوها في النفذين نحسوا بالعطيس. الا هاد الباديانه اللي دايره بحال النجمه، الا ما بغيناش نطيبوا بها مثلا ولكن بغينا نستعملوها مباشره، كيفاش غادي نديروها؟ طريقه الاستعمال ديالها؟ نخويو عليها الماء. هكذاك غير الماء، وملي تطلق في هذاك الماء صافي نشربوا. تطلق ونشربوا نعم. كاس مثلا مره في النهار كافي؟ كافي، يعني حتى الناس اللي عندهم الضغط الدموي ما يكثرش منها. نختموا بفليو الشيبه. دابا مع الشتاء يعني تيقول لك الشيبه شيفا. اي نعم. ف الله عز وجل خلق النباتات خصنا على كل حاجه والموسم ديالها، خصنا نشوف الموسم ديالها. نعم. فالشيبه تقيم من النزلات البرديه، فهي منشطه على المستوى ديال الجهاز الهضمي والجهاز التناسلي، فالناس اللي عندهم قصور كلوي او عندهم يعني مشكل في الكلي ولا الكلي او الكبد او المريء يجتنبوا استعمال الشيبه لان فيها مواد مره. فالمواد المره كلها ما كنعرفوا، حتى الناس اللي عندهم قرحه في المعده يجتنبوا شرب الشيبه. كيشربوها بزاف يعني في اتاي، من الافضل يتفاداوها ولا ينقصوا منها. هاد الناس اللي عندهم هاد الحالات اللي عندهم مشكل في الكبد ولا في الكلي، المعده ولا قرحه المعده، يجتنبوا شرب الشيبه. الاشخاص العاديين يستعملوا نسمات من الشيبه فقط، واحد النسمه. والاشخاص العاديين يستعملوها عاديه ولكن ما يكثرش منها، لان كذلك تزيد في ارتفاع الضغط الدموي. حيت كاين اللي كيشربها السي خالد، كاين اللي كيشرب مثلا اتاي بالشيبه يعني في الوقيته ديال الشتا كامله يوميا. نعم. راه سبق لنا قلنا بان الاشخاص تختلف البنيه الجسمانيه ديالهم، كاين الناس كيشرب الشيبه طول السنه ما كاينش مشكل عنده، يشرب جوج البرار ثلاث البرار خمسه البرار في اليوم ما كاينش عنده مشكل، في السوق في السياره فين ما هو كيشرب ما كاينش. كاين شخص كيشرب اتاي كيوقع عنده ارتفاع الضغط الدموي نتيجه الاكثار في هذا النوع من الاعشاب اللي هو الشيبه. ثم كذلك عندنا بالنسبه للفليو، فليو كذلك يعني الناس عندهم الضغط الدموي ما يكثرش من الفليو، والاشخاص العاديين ممكن يديروا مع الحليب ويستافدوا منه. عادي نعم نعم. واخا ما بقاش لنا الوقت، وقلتي على انه كاين وصفه طبيعيه اللي هي كتقوي جهاز المناعه ومفيده بزاف بالنسبه للناس، يعني لنزلات البرد والكحبه. نعم. بالنسبه لنزلات البرد الوقايه، يعني كنقول ماشي الناس اللي عندهم امراض مزمنه
بحال الضيقه بحال هذه كيف قلتي لنا اكيد لانه خاص ولا بدا متابعه صحيه علاج متكامل ولكن ما فيها بس كيف قلت لنا بالنسبه للبخار ديال الكاليبتوس على انه مشمو ولا البخار ديال الخزامه او لا يقوي جهاز المناعه بالثومه والبصله ولا كيف قلتي لنا بالنسبه للعسل ياك غير باش نفصلوا ما بين الحالتين بالنسبه للناس العاديين اللي بغاو يديروا الوقايه من نزله البرد يعني المتوفر عندهم المرد الدوش راه معروف مرد الدوش هي متوفر دابا معروف كاين النعناع واحد النوع من النعناع يسمى النعناع العبدي النعناع العبدي هو اللي عنده واحد الريحه عطريه العبدي هو الزياني زعما هو اللي تنقول لا كاين دابا كاين واحد كاين العبدي كاين المكناسي كاين البروج كاين البور داك البروج كاين البور كاين طماريس كنفضلوا هذاك اللي وركته صغيره هذاك اللي تيكون تل هاد النعناع ديال العبدي شبيه بالحبق الحبق معروف الحبق هو عنده الورقه ديالو ما حرشاش ملسه بحالو بحال يعني بالحريقه الملسه طبيب شوز بحال يعني النعناع العبدي معروف لا كنسمع به غير هو الشكل ديالو واحد الريحه ما تشبهش من المذاق ديالو انه ممتاز هو الا عمرتي ما بقاش تفرقي عليه ياك لا احنا ما احنا دكنا ما كنسخوش بالبور ممتاز هو ممتاز فالنعناع العبدي هو غني بالفيتامينات والبروتينات وعنده مواد اللي كتقوي جهاز المناعه يعني معروف كذلك عندنا البابونج اللي هو معروف سبقنا تكلمنا معروف عالميا لا كوموميل واخا باش من نتلفوش المستمعين اللي كيسمعونا قلتي واحد الوصفه فيها مرد الدوش وقلتي النعناع العبدي والسكنجبير والسلميه نعم والعطرشه وعرق سوس وقلتي لنا دائما كنا احنا ماشيين معك في عرق سوس بالنسبه للناس اللي عندهم لاتونسيون يديروا ممكن يديروا هذه الوصفه وما يستعملوش عرق سوس واللي الحمد لله يعني في كمال الصحه يعني ممكن ان يستعملهم كاملين نعم. غادي ناخذوا غير ورقات منهم لانه دابا حنا تبارك الله ملي كنسمعوا الحاجه يعني ما ردوش ناخذوا غير ورقات منهم انا غادي اي لو سمحتي لانه تما فين كيكون المشكل تما فين خصنا نعرفوا نعم العفو بسم باسم الاعشاب الطبيه فغادي ناخذوا نصيب من المرد الدوش اللي هو معروف ناخذوا نصيب من النعناع العبدي كيف قلنا سبق الاشاره جوج ورقات ديال السلميه جوج ورقات ديال السلميه قليل من البابونج البابونج وقلتي سكنجبير لا سكنجبير طري سكنجبير طري نعم وشويه ديال البابونج وعرق سوس وعرق سوس عرق سوس يعني ما كيف قلنا الناس اللي عندهم الضغط الدموي لما كنبداو نشرحوا في الاعشاب اللي ترتفع الضغط الدموي خاص الناس لما نقولوا احنا واحد التركيبه يشوف الجانب ديالو واش عنده الضغط الدموي الشان بالاعشاب اللي عنده لاتونسيون طالعه يعني يتفادى ياخذ هذه الوصفه ويتفادى عرق سوس صح قلتي العطرشه وشويه جوج ورقات ديال السلميه وشويه ديال البابونج وشويه ديال سكنجبير طري نعم وشويه ديال النعناع العبدي وشويه ديال مرد الدوش نعم هادو كلهم يداروا في براد على شكل شاي اييه شكل شاي يطيب الماء مزيان يخرج السبوله بدل الفوم نغسلوا العناصر اللي هي سبقنا شرحنا عليها ولا بالضبط ويتنشفوا مزيان ونديروهم اتاي نعم ونديروا على شكل اتاي طوبه ديال السكر فوق منهم باش ما يتحرقوش ويعطيو الناس عندهم السكر راه قلنا لهم يديروا السكر ديالهم اييه القياس ديالهم القياس ديالهم الناس اللي هما عاديين يديروا السوس اييه طوبه ديال السكر يديروا مباشره ماشي تي باش ما يتحرقش النعناع باش المواد الزيوت الطيار اللي كتحتوي على هذيك الاعشاب كنديروا كل شيء مع السكر وعاد ديك الساعه ونخليوه في عافيه مهيله مهيله على بخار واخا اخر سؤال الا سمحتي بالنسبه لديك التخليطه اللي كنديروا ديك التلقيمه اللي كنستعملوا في النعناع اللي كتكون فيه المعطرشه والتيميجا يعني بزاف ديال هذا اللي كناخذهم يعني هذه القيته ديالو كنستعملوها واش مزيان انا مره يعني كنخلطوا هذيك التخليطه كتكون عندنا في الدار ما كاينش مشكل ما كاين حتى مشكل وحتى هي يعني كتقوي جهاز المناعه بالنسبه للناس اللي عندهم برد ولكن اللي هي مجربه وصحيحه هي التركيبه ان شاء الله هي هذه واخا كنشكرك بزاف خالد الوادي استاذ باحث في علم الاعشاب على كل هذه المعلومات والنصائح اللي كتقدم لكل المستمعات والمستمعين الأوفياء نتلاقاو بك الأسبوع المقبل دائما في مواضيع جديدة فيما كيخص الأعشاب.